أهلا بحضرتك. من فترة قريت موضوع بيحكي عن كل منطقة في مصر مشهورة بإيه، وبصراحة الموضوع كان شيق جدا، وعرفت معلومات جديدة بالنسبة لي أول مرة أعرفها. ومن المناطق اللي كان بيتكلم عنها شقة تعبان وشهرتها في إنتاج الرخام وإنها قلعة الرخام في مصر والشرق الأوسط. واسمع مني الحكاية، وما فيها بتقول إن الرخام من أقدم الصخور اللي عرفها الإنسان، واستخدمها الفراعنة اللي دايماً كانوا في كل حاجة سابقين، فقالوا يستخدموا الرخام في بناء المعابد وأعمدة المعابد والقصور والمسلات والتماثيل بتاعتهم، وده عشان الرخام صلب جداً وبيقدر يستحمل كل عوامل الزمن، وما فيش حاجة بتأثر فيه أبداً، وبيفضل محافظ على شكله. ومش بس كده، دول كمان استخدموه في أهرامات الجيزة، يعني هتلاقي إن الأهرامات كانت مكسية بالرخام. الغريب بقى إن الفراعنة إزاي كانوا بيقطعوا الرخام الصلب والجرانيت. في علماء أثار قالوا إن المصريين كانوا بيستخدموا أدوات نحاسية وبرونزية وخشبية في إنهم يقطعوا الرخام والجرانيت، وفي فريق تاني قالوا إنهم استخدموا أدوات متطورة بس ما حدش اكتشفها لحد دلوقتي، والنظرية التانية إنهم استخدموا تكنولوجيا متقدمة لحفر ثقوب الجرانيت بمعدات زي المثاقب الكهربائية أو أشعة الليزر. فعلا الحضارة المصرية بأسرارها هتفضل لغز كبير ومبهر كل يوم عن اللي قبله. يلا سمي يلا نمي فوق في الحديد، لما عندناش حاجة مستحيل. نيجي بقى لشقة تعبان اللي هي قلعة صناعة الرخام في مصر، ومش بس كده، دي كمان بتصدره، ودايما هتلاقي كلمة الرخام مرتبطة بشقة تعبان. طب ايه حكايتها بقى؟ هقولك حكايتها مع الرخام بدأت مع بداية السبعينات، لما عدد من صناع الرخام في مصر قرروا انهم يبنوا مصانع وورش للرخام، وبقت دي منطقة تجمع مصانع الرخام اللي كان بيجي من المحاجر في الجبل على شقة تعبان. وشوية شوية عدد المصانع والورش زاد، ووقتها قررت محافظة القاهرة إنها تعتمد المنطقة بشكل رسمي كمنطقة صناعية، وقننت الورش والمصانع الموجودة كلها، وبقت منطقة شقة تعبان من أشهر مناطق صناعة الرخام في مصر وخارج مصر، وتصدرت مبيعات الرخام بالكامل وتربعت على عرش الصناعة بالكامل. ويمكن اتأثرت المنطقة وصناعة الرخام فيها بسبب الإهمال وحاجات تانية كتير، بس الفترة الأخيرة الدولة قررت إنها ترجع تاني منطقة شقة تعبان لمكانتها في صناعة الرخام، وتقدر تنافس في السوق العالمي من تاني، وده من خلال تطوير المنطقة بالكامل وإمدادها بالخدمات والمرافق ونقطة شرطة وإسعاف وإطفاء، وكمان إنشاء ميناء جاف ومصانع لتدوير مخلفات الرخام ومعارض وتمهيد الطرق. وبجانب ده كله اتعمل كمان مصنع لإنتاج الرخام والجرانيت في العين السخنة، والمصنع متنفذ على مساحة تقريباً 230 فدان، وبيضم خطين لإنتاج الرخام وخطين لمعالجة الرخام والجرانيت، والمصنع بيشتغل بطاقة إنتاجية عالية، وفي كمان مبنى إداري وسكني للعاملين ومطعم وكمان مسجد، واتعمل كمان مصنع زيه في راس سدر. واسمع مني، التاريخ بيقول إن مصر كانت متربعة على عرش صناعات كتيرة، وبمجهودات ولادها المخلصين وإنجازاتهم في كل مجال هترجع تاني لريادتها ومكانتها اللي تستحقها. بشكر حضراتكم واسمع مني داليا الخطيب.